قول الأعمال التي تعلق قلب الإنسان بالله عز وجل. أعظم ما يعلق قلب الإنسان بالله عز وجل أن يكثر من قراءة القرآن وذكر رب العالمين، وأن يحافظ على الصلوات، وأن يسعى بالإحسان. هذه من أسباب صلاح القلب، وهي متعددة كثيرة. القلب إنما يصلح بمعرفة الله والعلم به، هذا هو الأساس، والعلم به والمعرفة له إنما تكون بمعرفة ما ذكره الله في كتابه، بالإقبال على القرآن، بكثرة ذكره، وهذا يثمر محبته، وإذا جاءت محبته وتعظيمه نتج عن ذلك صلاح العمل، فهي منظومة مكتملة. فأنا أوصي بكثرة ذكر الله، محافظة على الصلاة، كثرة قراءة القرآن، الاستماع للقرآن، تدبر الآيات، هذه كلها موجبة لمحبة الله، غير ما بثه الله في السماوات والأرض مما يوجب محبته ويحيي القلوب بذكره في هذا الكتاب المنظور الذي جعله الله تعالى مليئا بالآيات الدالة على عظيم قدرته وكريم إحسانه. فقد قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذه الآيات وكأي من آية في السماوات والأرض تدل عليه، يمرون عليها وهم عنها معرضون. فينبغي الجمع لهذا كله، وأن يكون الإنسان ذا قلب حي. فمن كان قلبه حيا بذكر الله ومحبته وتعظيمه اقترب منه وأحبه.